الوحيد اللي بتحاسبني عليها زوجتي. قالت لي دخيل لك شو هي الجراحة اللي بعده لم تشفى وشو هو الأمين اللي بقى بسارة. والله بس دور الزوجات. قلت له وماذا تبتغين الآن من رجل بقايا من ظلال الأمس أضحى قضى الأيام ترحالا تصارعه بحار العالم الواسع فحينا كان يسرعها وحينا كان مسرعه ويطوي في جناحيه جراحا بعد لم تشفى جراحا لم تزل ترسل أنينا ما له سامع. تأخرنا اليوم جيت يعني تأخرنا فهذا الحب ليس لنا فعودي مثل ما جئت فلا أمل لك عندي أنا اسم بلا معنى أنا أسطورة خرفت وصدقها جميع الناس من زمن فلا تدعي شبابك يرتمي عطشا وراء سرابي الخادع فلم تبقى لك إلا ثمالة كأسي الفارغ دعيني وابحثي فعسى يزف الحب عصفورا جديد القلب لم يجرح ولم يذبح نقيا مثل ما أنت ويأتي هادئا وادع ولكني برغم شراسة الماضي ورغم قساوة الحاضر وحب الغوص في عينين لم يجرؤ على بحريهما زورق لكي أغرق فقد أبحرت أيامي ولم أغرق فعودي مثل ما جئت مياهك ضحلة ولذا لمثلي لا تشجعه وموجك لا يؤرجحه فعمك يا ابنتي عجزت بحار الكون تغرقه.